واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. الثمان مواضع المذكورة في القرآن في ذم الترف كلها مرتبطة بأن المترف يستعمل ما آتاه الله من نعم في الظلم والطغيان والفساد والإفساد. قوم ثمود اللي هم قوم سيدنا صالح، ربنا نعمهم نعم، يعني مش من مكاسب ده، هم ربنا طلعهم في هذه النعم نعم. واقرأ في سورة الحجر وفي سورة الشعراء عن النعم، من ضمن النعم اللي ربنا ادها لهم كانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، وفي آية أخرى بيوتا فارهين. ربنا ادالهم زروع ونخل طلعها هضيم، يعني يأكل منها على قد ما يأكل بطن ما تتعبش أبدا. زروع ونخل طلعها هضيم، نعم ربنا أنبتهم فيها، فماذا صنعوا فيها؟ هل استعملوا هذه النعم في أن يعيشوا عيشة طيبة ويؤدوا أوامر الله، أم أنهم كما ذكرهم الله في سورة النمل وكان في المدينة 9 رهط بيشتغلوا إيه؟ يفسدون في الأرض ولا يصلحون. لذلك مشكلة الطرف المرتبط بالظلم والطغيان والإفساد أنه يكره الصلاح والإصلاح.